شوية تليفونات. ما هو سوري سوري يعني evet. Bunlar da yine geri dönüşlerde. هذا المهرجان بحوي 24 دولة من الدول العربية والدول الأوروبية والأفريقية. طبعا نحن كجمعية المهجر دعينا 7 دول عربية اللي كانوا مشاركين معنا. في عنا من سوريا 4 مشاركين، وفي عنا من دولة قطر مشارك، وفي عنا من دولة فلسطين، وفي عنا من العراق. مشاركة في مشتقات صابون الغار. نحن أول شيء بنسوي عنا معملين، معمل بعنتاب ومعمل في مرسين. طبعا هذا ورثناه من أجدادنا، ونحن طورنا المنتج. أنا أول مرة أشارك في معرض في تركيا بصراحة، بس ما توقعت هذا الإقبال من إخواننا التراك. فمن بعد اليوم أنا حشارك في كل المعارض إن شاء الله. والله لا على تعيين، لأنه صار الدعوة فجأة، وبتعرف الموزايك بده فترة اللوحة لتنتجها لتصير جاهزة، يعني بدها فترة زمنية، وأنا ما عندي كان وقت أنه أحسن أعمل أشياء يعبر عن وضعنا نحن كسوريين بين سوريا والمهجر في تركيا. يعني الفائدة انه خلينا نقول للناس للعالم كلها انه نحن سوريين، كل هالحرب اللي عم بتصير عنا قادرين على انه ننتج ونصنع شيء من شيء صعب، من حياة صعبة القاسية، نحسن ننتج ونبدع في اي مكان. مشاركة عبارة عن حفر على الخشب، وأنا بحفر على الخشب الزين. تمام، بحفر بالحرق على الخشب الزين، وزي ما أنت شارف يعني أنا مختصة كتير في نظام مشاركتي بالقضية الفلسطينية طبعا، لأن هذه بلدي. هذه مهنتي من 30 سنة، هذا أصلا هذه مهنة والدي، رغم أن أنا والدي أصلا مهندس ميكانيكي، بس يعني لا ظروف يعني كفلسطيني ساب الوظيفة بتاعته واضطر أن هو يشتغل بهذه المهنة. اشتغلنا فيها في مصر بعد ما سبنا بلدنا فلسطين في غزة، وبعد هيك أنا اشتغلت فيها لأني أنا حبيتها، حبيت مهنة الخشب، حبيت نظام الحرق على الخشب. أعمال فنية هي لغة بصرية، فلا تحتاج لغة. أنا من خلال عمل فن تشكيلي ممكن يعني أنشره لأكثر من دولة، لأني ما بده لغة، هذا يعني لا يحكي إنجليزي ولا يحكي تركي ولا عربي، فهي لغته أممية. فالعمل الفني نحن من خلال المعارض الفنية عملية الاندماج عم تكون أسرع مع الأخوة الأتراك. Yok yok.